أكيد رشهم كفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحة أيضا مميزة مع نموذج من الأم السورية وهي الأم الموهوبة والفنانة. ضيفتنا اليوم مميزة، قدرت تعطي الحب والعطاء لكل سيدة سورية مثل ما عطيتها لأطفالها. أكيد بيسعدنا نرحب بالفنانة والحرفية والفنانة التشكيلية نجوى الشريف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي، وكل عام وأنت بألف خير. وانت بألف خير، صباح الخير لكم وجميع الأمهات في سوريا. ينعاد عليك الأمهات، ينعاد عليهم بالصحة والسلامة يا رب. الأم والفنانة والمعلمة، هدول اليوم المرأة السورية عم قدرت إنها تجمعهم كلهم، قدرت تكون مربية والمعلمة، واليوم عم نشوف يعني اليوم معنا ست نجوى مثال للإبداع وللقصص الحرفية. خلينا نحكي بهذا المجال اليوم، أنت كيف قدرتي من هذا المجال تتحولي وتبلشي إنك تعملي مشروعك الخاص؟ اهلا وسهلا فيكم. انا بالنسبه لي اول ما بلشت كأم تزوجت صغيره، كان عمري 18 سنه لما تزوجت. بلشت دراستي الجامعيه ودخلت جامعه، يعني صريت انه انا اكمل جامعه، قدمت البكالوريا ودخلت جامعه. ما قدرت ادخل فنون جميله بسبب ظروف معينه كانت صعبه بوقتها. دخلت كليه علم النفس، انا خريجه معي دبلوم علم النفس. ربيت أطفالي ودراستي بنفس الوقت، يعني كانوا متماشين مع بعض. خلال هالفترة بس ما تخليت عن الفن، ضليت عم بشتغل، اشتغل لبيتي ولزوجي ولولادي، ولا شارك بكل شيء، بكل فعالية، بأي شيء بتنميني هالموهبة هي. الحرف من زمان، أول ما كسرت عندي بازة وهي عزيزة على قلبي متعلقة فيها، بلشت فيها وجملتها بطريقة خليتها تحافظ عليها اليوم. بازة تانية اني اشوفها انا حافظت عليها من خلال اعادة التدوير، هيك بلشت كحرفة معي من 30 سنة هالامر. وبلش شوي شوي انا كل شيء بالبيت حاول اعيد تدويره، يعني هذا بيلزم لاعادة حيط مثلا بده تزبيط، اي شغلة حولها لتحفة فنية اذا بدك. بعدين صرت شارك معارض وهكذا الى ان تطورت. وبالاضافه لانه وقت كبروا اولادي، طبعا عم ربي اولادي كبرتوا سوا اليوم شباب سوى. اكيد دخلت بنتي كلية الفنون، انا فتت دخلت بالفنون الجميله، دخلت معها لانه ضلت لازم اني هالفن هذا نميه هذا. وبلش درست وخرجت انا كنتوا طلاب مع بعضكم زميلات زيتي. ايه تماما، لا مو بالجامعه، انا دخلت بالمعهد لانه ايه؟ انا تجاوزت يعني المرحله اني ادخل فيها. فلا ايه بس اختصرت. كفكره نرمين انه اليوم ايه؟ الام والبنت يعني بنت صح. صرت استفيد من كتب الجامعه وكل وتابع دائما شغلها دائما هي. ف تقول لي ماما انت عم ترسمي احسن مني، انت عم تعملي غششيني. بالعكس انت عم تحققي لي شيء انا بدون ما تقصد، حققت لي شيء انا بحلم كنت فيه. واستمرت هي من خلال المعارض، صرت بقى انا ادعم السيدات ونشارك بمعارض ونحاول نقدم لهم، لاني هالشيء انا عانيت منه، فعم حاول اني اثبت دور المراه حتى كل حدا من بعرفه انه سجلوا تعوا اشتركوا، حاولوا تكونوا قيمه بالمجتمع، يعني ما تضلوا انه عم تحطوا على الظروف انه نحن ما صح لنا ندرس، نحن ما صح لنا. لا، المراه لو كانت هي ما درست فيها تحقق حالها وتثبت حالها وتقدم حالها بطريقه صح. لانه هي نواة للمجتمع يعني. اكيد. ست نجوى قديش حلوه الاراده اللي عندك والشغف والروح الحلوه اللي عم تطلع وظاهره من كلامك. كنتي عم تقولي انه بسن متاخره قررتي تروحي وتسجلي بمعهد للفنون الجميله رغم انه امتلاكك الموهبه، ليش هذا الاصرار كان على دخول المعهد؟ شو الشيء اللي ممكن بضيف لك اياه؟ المعهد بضيف لك قيمه، انت عم تاخذي معلومات كانت ناقصتك، يمكن انت بدك تضلي تشتغلي على حالك لتوصلي، انت ما فيكي تعتمدي بس على حالك، المرأة بدها مين يساعدها؟ العلم هو أكبر مساعد، المشاركة، الخروج من البيت، هي ليس لم تخلق فقط لتطبخ وتكنس وتشغل البيت، لا، المرأة لها دور. فالشيء اللي حاولت انه انا اخذ اللبنه الاوليه لاني اللي ناقصني انا الشهاده زللت لك امور معينه قدمتك للمجتمع بشكل طبعاً افضل. طبعا اكيد صرت شارك، تعرفت على الفنانين، صرت شارك معارض، صرت تبادل خبرات بين الفنانين، انا بطور ذاتي شوي شوي، يعني هي الامور ما بتجي بدون تعب، كل شيء بده تعب بالحياه، بتتعبي بتلاقي. هذا الفكر نحن عم نحاول يعني اشره انا بين، حتى اذا بدك حفيدتي انا تعلمت من ستي
ستي كانت هي المعلم الاول، وبعدين هلا انا عم علم حفيدتي مثلا شغل الصوف. حلو. بس هذا ما بيمنع انه تدرس وتكمل دراستها وتشتغل على حالها لتوصل لمكانها. انا مع المراه وقوه تاثيرها بالمجتمع، لانه هي بتخلق جيل كامل. الست بتساعد، الام بتساعد، المرأة هي كل شيء بالحياة صراحة. نحن عندنا موسوعة كاملة قالت ستي، يعني انه هدول القصص القديمة اللي نحن يوم عن يوم عم نرجع نذكر شغلات كثير منها، يعني عم نشوف انه عن جد هي على الواقع، فينا نعملها اسقاط كثير على الواقع يعني من هدول القصص القديمة. حضرتك ذكرتي دعمك للسيدات والمرأة، وقلتي اليوم هي مانا بس بمجال المطبخ، هي جبهة من بعض الجبهات. مهم انه المطبخ مهم. حلو. بس انا حتى كمان ستي شجعتني على المطبخ. يعني مثلا يجوا عمات ما يحبوا انه ليه عم تشتغل عم تخبص بالكبه، لا تقول لهم اتركوها عم تتعلم. كان عمري 19 سنين، فتخيلي انه بعمر صغير وانا انه حاولت انه من 10 سنين معناتها هلا انت اليوم حدا بروفيشنال بالكبه. بدكم تمام ذوقكم انتم بتحبوا، اهلا وسهلا. كنا عم نحكي عن دعمك للمراه، رحتي لموضوع المعارض وعملتي دعوات انه تعالوا شو عندكم اليوم موهبه تعالوا اليوم لنكبرها سوا. خبرينا عن هدول القصص وكيف كان الاقبال؟ هلا انا بلشت من خلال المراكز الثقافيه صراحه، وهي المراكز الثقافيه بهالبلد بتدعم المراه دائما. في عندنا كثير مجالات لانه نقدم شيء ملموس. شاركوا من خلال المعارض، هي مجانيه لانه ما فيها دفع، بتجي اللي بتعرض منتجاتها بيتعرف عليها العالم، بتتطور الاشخاص دول نفسهم. انا صورت كمان، صرت من خلال خبرتي بالحرف وبالمواد اعمل لهم دورات مجانيه من خلال فسيفساء الزجاج. عملنا دوره بالحاضنه الدمر مجانيه كانت لدعم هالنساء هدول، وصار عندها كل وحده تقريبا مجال معين تمشي فيه، وحتى في منهم صاروا يبيعوا يعني يشاركوا حتى برات. انا الدعم تبعي اللي حاولت اقدر الامكان انه اقدم لها اياه، وكل واحدة لها بصمة، حتى مو بس بمجال الفسيفساء. نقدم دورات كثيرة بحضنة الدمر لكل المهن، والحرف التراثية كمان حتنقرض يعني. نحن حاولنا كثير بهالشيء هذا، ان شاء الله اكون وفقنا. وانا هلا عم بدعم، هلا قبل شوي شفت واحدة صبية بالاستوديو كمان تشتغل سنارة، قلت لها في بتعملي معارض؟ قال لا ما في معلومات عندهم. قلت لها خلص تفضلي، انا يعني اول دعم لك، فيني اقدم لك اي شيء بقدر عليه. فنحن دورنا بالمجتمع كلياتنا نشوف حدا عنده شيء عم يعمل شيء، ما نحن ندعمه، ما نقعد نحبط منه شو هالشغل وهذا ما بيفيدك وهذا ما بيعمل. بالعكس دورنا كلنا، لانه نحن مثل الفسيفساء نكمل بعض اليوم. تماما، نحن حجره مع حجره، قطعه مع قطعه، بتعمل المجتمع كامل. وكل ما نحن المراه، لانه احيانا بتكون عدوه المراه للاسف، احيانا المراه كمان بتكون عدوه المراه. لا انت دعمي المراه، دعميها، لانه انت يعني انت وياها لدينا للمجتمع. صحيح. فانت دعمي حالك، والرجل مكمل طبعا، يعني ما بنبخل دور الرجل اكيد، بس المراه هي كل المجتمع صراحه. كل المجتمع اكيد. حلوه هي، حطونا جنبها تحت خطين يعني. كمان حبيت هون معي يكونوا سيدات وناجحات ومؤثرات مثل أكيد حضراتكم. اكيد هن دائما ضيوفنا على مدار الايام بصباحنا غير، ومثل ما ذكرنا انه دائما عم نتعرف على سيدات سوريات ونماذج من قصص نجاحهم. حضرتك ذكرتي انه بالفن التشكيلي بتعلمي ايضا دورات مختلفه، اذا بدنا نقول مو بس بالفن التشكيلي. خلينا نحكي اكثر عن هي الدورات اليوم. كل سيدة سورية كيف ممكن تستفيد من هاي الدورات؟ هلا نحن هلا بالنسبة لي أنا في عندي يعني معلومات، مثلا هلا صار بالفنون في عندي معلومات، نعمل دورات رسم، وبما أني خريجة معهد تصوير زيتي فعم نعمل دورات رسم، مثلا دورات فسيفساء. بالمواد عندي خبرة بالمواد، عم نعمل رسم على الزجاج، عم نعمل هلا من جديد دخلنا الفخار وعم يرسموا الصبايا على الفخار، فكمان مادة الفخار هي من تراب الأرض، يعني هي اللي بتعطي الحيوية والطاقة، والمنتجات الفخارية يعني من بلدنا. فنحن كمان عم ندعم ليحاولوا انه كل المهن اللي بتقدر تجيب وتعمل لمنتج للمرأة لتقدمه وتستفيد منه وتبيعه وتشتري منه، نحن عم نقدمه.
فحتى هي الدورات يعني ما حدا بيتخيل انه مرأة تصنع الفخار. حلو. هي يعني حقيقة هذا موجود من زمان، ونسائنا قويات وبيشتغلوا اي شيء. فالدورات هي عدد هائنا حقيقة حابب عم ينتسبوا، ونحن عم نساعدهم هلا حتى بالحاضنة عم نقدم قروض اللي ما معه بنك. حلو. بيمو مشكور قدم لنا كمان قرض يلي حابه تشتغل وما عندها امكانيه. مشاريع صغيره بالنسبه لي انا تمام، مشاريع صغيره كمان هيئه المشاريع الصغيره كمان دعمتنا بشكل رائع، عم تحاول ترعى كل سيده ونساء عندهم مشاريع قادرين انه يتركوا بصمه عم تقدم لهم. بالنسبه لي انا شخصيا انا عملت دورات مجانيه للنساء اللي ما عم تقدر تعمل اي شيء، وساعدها لانه تجي تقدم شغله ويشوفوا العالم المنتج هذا تقدر تبيعه يعني بأي مكان. هي بالنهاية كمان فائدة مادية، وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم. الظروف المعيشية، إعادة التدوير. هلأ إعادة التدوير شيء رائع، نحن بلدنا في أشياء كثيرة هي بحاجة. أنا ما هي مهنتي أنا وتبلشتها من إعادة التدوير، يعني في كثير نفايات بالبلد والهي إنه تقول ما مثلا ما بدي حدا يقول ما في شغل، لا في شغل، بس أنت عارف شو بدك، في اي طريقه او اي اسلوب تقدر تشتغل فيه. فهو المراه هي الاقدر وهي الاقوى وهي الاذكى لانها توجه هالجيل هذا من خلال. قلت لك حفيدتي انا بتحب تشتغل صوف، لما شافت انا عامله فخاره حط عليها قشر بيض انه تيتي بيض على الفخار كيف هي انه معقول ما بيعرفوا فهلا هن صاروا بيحاولوا يقدروا يبتدعوا هاي الاشياء هي. انا بوجه تحيه صراحه لكل ام ما تستكين، ما تضل قاعدة ببيتها، ما تضل تفكر إنه أنا بس بدي أطبخ. أنا ست كمان وبطبخ قبل ما أطلع واشتغل وبقدم كل الأمور اللي بقدر عليها قبل ما أطلع، لما أرجع من شغلي كون مجهزة كل شيء. فهي فئة تكون هون وهون 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 وتوصل رسالة لهالمجتمع لولادها، لأن هي القدوة هي المسار. لبناتي بقول لهم أنا دائما أنتوا المسار، أنتوا اللي بتصنعوا فرق، فلا تتعفوا، كونوا قوايا. المرأة القوية بحاجة إلى المجتمع، المجتمع مو بحاجة للمرأة ضعيفة أبدا. أكيد. ذكرتي إنك قبل ما أطلع من البيت بتحاولي تشيكي على كل القصص شو فيك تعملي. خلينا نقول هذا أسلوب أو يعني اليوم بتقدري من خلاله إنك تعملي هذا التوازن بين إنه أنت حدا عندك شغلك الخاص خارج المنزل وعندك مسؤولياتك ومهامك اللي كتير كبيرة. اليوم يعني ما في حدا بيشفع إنه أنا مقصرة ببيتي إنه أنا عندي شغل خارجي للأسف. لا. يعني أبداً. يعني أنت مطالبة اليوم تكوني أبداً. على كامل مسؤوليتك مأديتيها بشكل كتير صح. بغض النظر شو في برا، ما دخلنا شو في برا. لا ابدا ما في. تنظيم الوقت هو تنظيم الوقت، يعني نحن مجتمع بحاجه للتنظيم، نتكاتف كلياتنا نساء ورجال، مو بس النساء، الرجل كمان قيمه كبرى كمان. يعني نحن ما بدنا هو لازم يدعم المراه ويساعدها ويكون رديف. يعني هلا ممكن بالبيت يتساعدوا هن الاثنين يتبادلوا المهام. انا كمان زوجي بدي اشكره كمان دعمني، يعني مثلا لما اطلع من البيت منظمه كل اموري هو كان السند، لولا كمان دعمه انا بشكره كثير لانه ما كنت قدرت اقدم. فهي دعوه للنساء وللرجال، المراه فيها تصنع المعجزات لما بتلاقي في دعم، في يد حانيه عم تربت على كتفها. عطوها وشوفوا القوه اللي فيها، قوه بتغير مجتمع بكامله. نحن مجتمعنا السوري اللي يعني اثر فيه هو المراه، مين اللي قدر انجبت الابطال، انجبت الفنانين الشعراء اللي بس بالحرب، مين وقف؟ هو المراه كانت هي العنصر القوي. انا بطلب بس من خلال هالحديث هذا دعم المراه وايجاد مكان لها لهالاشخاص للحرفيات المبدعات انه يقدروا يقدموا كل شيء عندهم من خلال مكان يكون يعني يقدروا مجاني ان شاء الله. مجاني تمام ان شاء الله. بلكي بتكون نحن عم نحاول بحضن دعوه لانشاء سوق خاص، سوق خاص للمنتجات اليدويه باي مكان، يحاولوا هالسيدات يقدروا يبيعوا فيه منتجاتهم ليعينوا عائلتهم ليقدروا يكملوا، لانه كثير تعبوا بهالحرب كثير. تمام. يعني هن سندوا الرجال وهلا بوضع انه عم يسندوا عائلتهم وعم يشتغلوا ليسندوا عائلتهم، فهن بحاجه لسند. نعم اكيد. ست نجوى بحيي كل النساء ودعوة لكل النساء انه كونوا قوايا، كونوا اعطوا الحب، اعطوا العطاء توصلوا، لا تفكروا بالسلبية، لا تفكروا بالاشياء السيئة، فكروا انه تعطوا لابد انه توصلوا لانه العطاء هو. شكرا شكرا كثير لك، يعني ما في احلى من هي الروح المعنوية والدعم صاحبه قبل كل شيء. برجع له
صوت وصدى القصة. تمام صوت وصدى. أهلا وسهلا. ما في أحلى من هي الروح يلي مدتينا فيها وكل المعنويات والدعم يلي قدمتي لكل سيدة سورية. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا، وإن شاء الله يا رب تضلي بهي الهمة والعطاء دائما. شكرا شكرا لوجودكم. شكرا ست نجوى لصباحك اليوم. شكرا كل عام وانتي بألف خير. شكرا لإتاحة هالفرصة هي. أهلا وسهلا. صباحكم خير ومحبة وعطاء. شكرا كثير لك. صباح سورية أكيد.